هن نساء من ولاية سكيكدا، استجبنا لنداء التطوع من أجل خياطة الكمامات التي تعرف نقصاً في الأسواق جراء تفشي فيروس كورونا. السيدة فاطمة واحدة من تلك المتطوعات، تسخر وقتها وجهدها في هذا العمل الخيري. احنا حابين نكونوا فعالين ونقدموا يد المساعدة ونبادروا بهذه المبادرة تاع إنجاز الكمامات، لعل ذلك ربي الحبيب يستجاب لدعائنا والمبادرة اللي نقوموا بها ويرفع لنا هذا الوباء. نساء جمعهن حب الخير، ومن منبرهن هذا يدعون المزيد من المتطوعات التي يملكن ماكينات خياطة وخبرة في المجال للالتحاق بهن لمضاعفة الإنتاج. رانا في مدرسة البلدية للخياطة، ورانا هنا متواجدين نساء متطوعات وكاينين جمعيات. نتمنوا إن شاء الله من كل النساء اللي راهم يسمعوا فينا اللي راهم يشوفوا فينا رانا متطوعين يجيوا يعاونونا باش نتعاون إن شاء الله في هذا المرض، ونطلبوا ربي إن شاء الله في أقرب وقت يتهز علينا هذا الشيء. كمامات وبعد خياطتها يتم إرسالها لجهات مختصة لتعقيمها، وبهذا تضاف هذه المبادرة لسلسلة الجهود المبذولة لمجابهة كوفيد-19.